هل تتكلم عن الغموض في شخصية بدر هو سر نجاحه؟ لا والله مش الغموض بس اللي في شخصيته، هو شخصية نموذج كده يعني، تقدر بين الغنى وبين الصوفية وبين يعني أنا بحس إن هو بيقرب للصوفية إلى حد كبير، يعني سايب الدنيا كلها تمشي زي ما هي عايزة وما بيزعلش على حاجة ورامي كل توكاله على القدر وربنا وحاجة كده، فهو قريب قوي من الصوفية، بس هو مش صوفي يعني، هو اتألم كتير وقرر إن يبقى ليه فلسفة خاصة بيه، والفلسفة ديت ليها علاقة كاملة بالمسلسل، ليها علاقة كاملة بالشخصيات، ليها علاقة كاملة بالعلاقات بين الأب والابن أو الأهل والأولاد، أو إزاي بنربي وإزاي بنعمل وإزاي بنتعامل مع أولادنا ومع اللي لينا يعني. ولما بنفشل أو بنغلط بنتعلم وبنعيش بقى حياة الألم ديت، فهو قرر إنه مفيش ألم، مش عايزين نتألم ونعيش الحياة كده، فده اللي بيشد حتى بيشدني أنا شخصيا للشخصية. أنا لما بروح علشان أصور بدر ببقى أنا رايح ومبسوط خالص، وإيه المشهد اللي هعمله النهاردة، أو إيه الكام مشهد اللي هعمله من النهاردة، وكل مشهد في المسلسل أنا أولا عايز أعبر عن سعادتي بشغلي في المسلسل، لأن مفيش مشهد في المسلسل مبني علشان يبقى وقت أو زمن أو بتاع، كل جملة وكل كلمة وكل مشهد لهدف والسبب ومش من فراغ. فأنا رايح بمثل وأنا مبسوط وعارف إن أنا بقدم شيء جيد على مستوى الكتابة وعلى مستوى الإخراج وعلى الممثلين اللي حواليا، ولازم أكون أنا على نفس القدر من المسؤولية علشان أشيل شخصية بالثقة دوت. تعبت لما أديت شخصية بدر؟ والله يعني إيه نوع المعاناة اللي حسيته؟ المعاناة أنا تعبت لك شخصيا. المعاناة هو إزاي حضرتك تتعايش مع شخصية نادرة، فالناس حبتها وانا حبيتها، لاني شايف ان حبيت فيه ايه؟ حبيت فيه غموضه، حبيت فيه بساطته، حبيت فيه انفتاحه على الدنيا، مفيش اي عقد، مفيش اي كلاكيع، مفيش اي مشاكل، ده اللي بيبان من بره. انما اول ما بنخش الشخصيه بيبان مقاسي وحياه ودنيا تانية هو عاشها، وكان يجب على الممثل ان ما يبينش ده خالص خالص خالص، اللي يبان هو اللي بيظهر وكلامه وشخصيته، علشان في الاخر خالص تبان الشخصية الحقيقية والناس تفهمها كويس، ويا رب تكون اتفهمت يا رب.